قلت ان لو كان فينيسيوس جونيور موجود لاعبا معك في منتخبك كنت ستنصحه، ما هي النصيحة التي كنت تود ان تنصح بها فينيسيوس جونيور؟ أن يلعب كرة القدم لأنه لاعب ممتاز، هو لاعب استثنائي وظاهرة، يمتلك إمكانات كبيرة أي لاعب في العالم يتمنى أن يمتلك إمكانات فينيسيوس جونيور، هو لا يحتاج للتصرفات التي يقوم بها والأمور التي تشتت ذهن أي لاعب وتخرجه عن تركيزه. هذه هي النصيحة التي كنت سأقولها له. أثناء بطولة كوبا أمريكا كان المنتخب الأسباني يتألق بشكل رائع جدا في بطولة اليورو ويحصد لقب البطولة، كيف ترى فوز المنتخب الأسباني بهذه البطولة بجيل فيه كثير من اللاعبين الشباب؟ أراه أنه قدم بطولة كبيرة. نعم كنت منشغل ببطولة كوبا أمريكا والمباريات وتحليل المنافسين، ولكن لم أستطع أن أشاهد الكثير من مباريات اليورو، ولكن بالطبع شاهدت مباريات منتخب إسبانيا وتابعتها عن كثب. أعتقد أنه استحق الفوز إلى حد كبير باللقب، قدموا مباريات كبيرة وأداء رائع على مدار البطولة، المباريات لعب أمام فرنسا وأمام إنجلترا في النهائي ومنتخب إيطاليا في دور المجموعات. وأنت تتحدث في بطولة مثل هذه عن كيفية الاستمرارية والمواهب التي يمتلكها منتخب إسبانيا، كما تحدثت لاعبين شباب وصغار.